اليوم تمكننا من خلالها من ضمان التأهل مباشرة لكأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون. معي رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع. سي فوزي القجع، أول ربما ثمرة من ثمرات المجهودات التي قامت بها الجامعة هو التأهل اليوم للغابون 2017. أولا نعم، هذا التأهل جاء في الوقت المناسب، يعني في وقت اللي الفريق الوطني باش يقطع الأشواط الحقيقية، باش يرجع الهيبة نتاع الفريق الوطني والمكانة نتاعو على المستوى القاري والدولي. وهي بطبيعة الحال أولا بمناسبة التأهل اللي كان هديوه للرياضي الأول صاحب جلالة حفظه الله، اللي تنقول مرة أخرى أنه لولا العناية نتاعو السامية لما عرفت الرياضة بشكل عام ولا كرة القدم تطورات التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة، واللي احنا من مسؤوليتنا أيضا أننا نطورها إلى الأمام. هنيئا للجمهور المغربي الذي اليوم في الحقيقة خلق أجواء احتفالية، عرس كروي كان هنا بمدينة مراكش، وأعرف بأن الجماهير المغربية يعني قلوبها دخلها السرور، وهذا هو اللي أساسي في كرة القدم. الجمهور المغربي من حقه يطلع نحو الامام، احنا علينا العمل اكثر. سي فوزي القجع، اكيد ان كان لابد من الخطوه الاولى ربما لاعاده ثقه حتى الجماهير على مستوى متابعه المنتخب الوطني. اليوم ربما اول مرحله من مراحل البناء اللي تكلمت عليها في مناسبات عديده. انا تنقول باننا احنا اليوم في المنتخب الوطني في بدايه الطريق، لانه كعناصر يعني اللي كتشكل المنتخب الوطني مستواها متميز سواء على الساحه الاوروبيه او اللاعبين اللي تيمارسوا داخل البطوله الوطنيه. اللي كان خاص العمل عليه هو ارجاع الروح للمنتخب الوطني، نرجع لها الثقه باش تامن بالحظوظ نتاعها كمجموعه، وهذا هو العمل اللي بدا اليوم بالمباراه نتاع برايا، وغادي يستمر ان شاء الله باش الفريق الوطني يلعب الحظوظ نتاعه كامله الان للتاهل الى كاس العالم ان شاء الله. شكرا فوزي القجع، وهنيئا.